وينضم إلينا والمزيد من التفاصيل من كييف السفير إيفان ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكرانية. بعد التحية سيدي، إذن هناك يعني تصميم من أوكرانيا بأن يتم التحقيق من قبل المدعي العام في هجمات روسية كما تقول على البنية التحتية الزراعية الأوكرانية، وباعتبار أن ذلك جرائم حرب محتملة. برأيك كيف يمكن أن تسير مثل هكذا تحقيقات؟ أولا صباح الخير وجمعة مباركة من كييف. نحن لدينا معطيات ودلائل يعني كثيرة حول ذلك. على سبيل المثال، وفق المعطيات التي توجد لدى أوكرانيا، لدى السلطات الأوكرانية، خلال الحرب، والحرب مستمر 530 يوم تقريبا، قد تم إجلاء أو سرق من قبل روسيا من أراضي أوكرانية تقريبا 4 ملايين من حبوب مختلفة، بس سرقوا. وللأسف الشديد روسيا دائما تضرب على موانئ أوكرانية، وأوكرانيا طبعا مشهورة كدولة مصدرة منتجات زراعية مختلفة، مش فقط لإفريقيا بس إلى أوروبا إلى الصين والدول الأخرى. وللأسف الشديد تقريبا خلال الأسبوع الأخير ضربت روسيا مدينة إسماعيل أو ميناء إسماعيل، وهي ميناء موجود على بعد تقريبا 500 متر من أراضي رومانية، ورومانيا عضو في حلف أطلسي موجود على نهر دانيوب. وخلال الأسبوع الأخير قد تم إحراق بصواريخ روسية 140 ألف طن يوم واحد، ويوم ثاني 40 ألف طن من حبوب. للأسف خسارة، يعني خسارة كبيرة هنا. يعني روسيا طبعا كما هو معروف سيادة السفير انسحبت من اتفاقية الحبوب أو تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. هناك طرح بطلب من الاتحاد الأوروبي لمجموعة الـ20 بالضغط على روسيا من أجل أن تعود مرة أخرى إلى هذا الاتفاق. برأيك هل يمكن أن يجدي هذا الطرح مع روسيا وتعود مرة أخرى إلى هذه الاتفاقية، وبالتالي تنخفض أسعار الحبوب عالميا مرة أخرى؟ أنا برأيي بأن هناك دول عديدة في حاجة إلى حصول على حبوب من نوعية جيدة وبأسعار معقولة من أوكرانيا، لأن لدينا في المستودعات كثير من حبوب وكثير من الزيت عباد الشمس، ونحن من مصدري هاي الزيت رقم واحد في العالم. فأكيد إذا في عقل عند قادة الروس، فمن الضروري أن يرجعوا إلى صفقة حبوب أولا. ثانيا، لا ننسى كمان بأن الآن في موانئ الأوكرانية عدة، هناك حصار تقريبا 40 من سفن أجنبية تحت أعلام أجنبية، بينها 10 سفن من تركيا، وأكيد تركيا لازم تكون غضبانة وغير مرتاحة بهاي سياسة كريملين. طيب. ونحن نتمنى أن يتم لقاء بين السيد أردوغان والسيد صاحب الكريملين، ومن الضروري أن يقنع صاحب كريملين أن يرجع إلى هذه اتفاقية مهمة لدول كثيرة في العالم. طيب، لو تحدثنا سيادة السفير على أن الأزمة طبعا يعني تزداد اشتعالا، تدخل طبعا عامها الثاني، وهناك طبعا أسلحة تزود بها أوكرانيا من قبل الغرب، مثلا مؤخرا وسائل إعلام أمريكية كشفت عن اقتراب البنتاغون الأمريكي من منح عقود شراء أسلحة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. فكيف أن يعني هذه الأسلحة يمكن أن تزيد الأمور اشتعالا بين الجانبين، وأيضا
يمكن أن تطيل أمد الحرب المستمرة؟ لدينا لا توجد أي أوهام أو أي خيال. على فكرة زي ما قال وزير دفاع أمريكي، الحرب بين روسيا وأوكرانيا هاي ماراثون مش سباق سريع 100 متر على سبيل المثال. فنحن مستعدين، لماذا لا؟ ولكن أكيد تأييد الغربي وتأييد لأصدقائنا وتأييد لجيراننا مهم جدا. لماذا؟ لأن أكيد لا ننسى بأن روسيا أكبر من أوكرانيا ب30 مرة يعني فيما يخص المساحة، وأربع مرات أكبر من فيما يخص عدد السكان. وطبعا الجيش الروسي لا يزال قوي جدا، وروسيا تتحول شوية شوية إلى نظام الاقتصادي الجديد، ووفق لمعلومات الواردة هناك في كثير من مصانع من تصنيع العسكري الآن يشتغلون حتى في الليل. هل قوة الجيش الروسي وقوة دفاعاته وتحصيناته خاصة في الفترة الأخيرة هو الذي أدى إلى إفشال الهجوم الأوكراني المضاد، أو حتى بطء هذا الهجوم في أن يحقق أهدافه سيادة السفير برأيك؟ الهجوم المضاد بدأ تقريبا في 4-5-6 شهر يونيو، وهجوم مستمر يوميا. نحن نرجع لنا في بعض الأحيان 100 متر في الهجوم، في بعض الأحيان عدة كيلومترات، فهجوم مستمر. شو هاي هدف الهجوم؟ الهدف الرئيسي وفق لرأيي الانقطاع الاتصالات الروسية مع الجبهة، لأن انقطاع بطريق سكك الحديدي وعبر شبه جزيرة قرم المحتل وعبر هاي الجسر المجهور في شبه جزيرة قرم، وصراع مستمر ونحن متفائلين. أنا أذكركم على فكرة، قبل عدة ساعات كان انفجار لميناء الحربي العسكري نوروسيسك في مدينة في روسيا. على فكرة نوروسيسك على بعد أكثر من 500 كيلومتر على سبيل المثال في البحر من أوديسا، ووفق للمعلومات هناك مسيرتين من أوكرانية الصنع ضربوا السفينة حربية كبيرة في ميناء نوروسيسك. فهاي شيء يعني مدهش، لأن كنا نتوقع بأن عند روسيا هناك دفاعات موجودة وإلى آخره، ولكن كما نرى يعني هناك أحزاق. يعني هو طبعا يعني هجوم وهجوم مضاد، حرب مستمرة إلى الآن. وأشكرك على التفاصيل من كيف سيادة السفير يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا.